دائما ضمن هذا الموضوع معنا عبر سكايب مباشرة من الدار البيضاء المحلل الاقتصادي والخبير في التجارة الدولية أحمد أزرار. مساء الخير سيدي الكريم. مساء الخير. بداية، أي قراءة ممكنة في الأرقام المرتبطة بالميزان التجاري بين الرباط وتونس والتي يعني تغلب كفة الاقتصاد التونسي؟ بالفعل العلاقات الاقتصادية والتجارية على الخصوص يعني كانت دائما عادية، بحيث أن كان تبادل بيني مسترسل، وعلاقات هي قديمة بطبيعة الحال، لأنه كانت منذ استقلال البلدين كان يربطنا في الأول مجرد يعني اتفاقية تبادل عادية، إلا أنه رقيت هذه الاتفاقية إلى اتفاقية تبادل الحر، وكذلك من بعد يعني ارتبط الطرفان كذلك مع مصر ومع الأردن في اتفاقية رباعية. يعني هي اتفاقيات مسترسلة وثقة ومعرفة بينية يعني كبيرة، بحيث التجارة في الأول كان الميزان التجاري المغربي كان دائما فائض، يعني الفائض كان لصالح المغرب، إلا أنه من بعد يعني العلاقات يعني كان طلب من طرف تونس، وكذلك كان يعني تفاهم من طرف المغرب على أنه عملنا بطريقة يعني إرادية من طرف المغرب على أنه يتوازن الميزان التجاري مع الشقيقة تونس، وفعلا ذاك ما كان، بحيث أنه منذ سنين أصبح الميزان التجاري الآن ذو فائض مسترسل لصالح تونس، بحيث بحال دابا السنة الماضية كان يعني كان واحد 2.5 مليار يعني ديال الواردات المغربية من تونس، مقابل 1.3 مليار ديال الصادرات المغربية إلى تونس. لا أخفيكم أنه المغرب كانت عنده قناعة بأنه ما بيننا وبين تونس شعبين شقيقين وعلاقات ودية وإنسانية وسياسية إلى آخره وثقافية ودول عريقة، لا ننسى أن في شمال أفريقيا يعني عرقت الدول، يعني دولة تونسية وكذلك الدولة المغربية يعني ضاربة في القدم، يعني هذا كله كان يعني كي يشفع لصالح أنه يكون تفاهم يعني مسترسل ما بين البلدين. لذا فالمغرب، وأنا أعرف ما أقول، يعني كان كنا أنا في المغرب يعني نغض الطرف حتى عن نوعية المواد التي كانت تأتي من تونس، بحيث أنه كان يعني من المعروف أن مجموعة من المواد ليست تنتج وليست أصلية يعني كما يراد من طرف الاتفاقيات اللي قائمة بيننا، أنها لم تكن يعني من تونس، وكانت الجمارك المغربية تتغاضى الطرف لأنه كفة الميزان التجاري يعني مرجحة لصالح تونس، والمغرب كما كنت تقول سادي يعني يعني يتفهم مطالب تونس الاقتصادية ويغض الطرف عن عما كنت تتحدث عليه. لماذا تونس تقرر التفريط في كل هذه المكاسب الاقتصادية؟ سبب معروف يعني عدم استقلالية القرار السياسي الآن، وما هي يعني مآلات أيضا العلاقات التجارية بين البلدين بعد القرار الذي اتخذته الرئاسة التونسية باستقبال زعيم الانفصاليين؟ ليس هذا إلا لأنه ما كانش غير التجارة البينية يعني ديال المواد، كان كذلك استثمارات كبيرة يعني مغربية وثقة كبيرة مغربية في السوق وفي شقيقة تونس، كما أنه منذ كذلك سنين بدأت كتجي المغرب كذلك استثمارات تونسية واستثمارات في قطاعات فاعلة من المغرب في تونس، خصوصا قطاع الأبناك والمال. كذلك ماشي غير هادشي، كاين كذلك علاقات يعني إنسانية، سياحة، طلاب، كذلك يعني تبادل ثقافي، تبادل علمي،
يعني هذه يعني هذه واحد المنظومه كبيره ديال لا ندرك ان تونس يعني تحظى بمعامله خاصه في 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 المغرب، وهناك يعني افضليه وتفاضليه ل يعني الاشقاء التوانسه في في كثير من المجالات الثقافيه الاقتصاديه وغير ذلك، يعني معروف. مع الاسف يعني هذا الشيء كله تغاضى عليه الطرف يعني الحاكم الان في تونس. الكل كيعرف بان هذا الشيء مصدره يعني جارنا اللي هو في حرب ضدنا، يعني حرب هو يعني من ناحيته، لان المغرب لا يعني في بلده الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. مع الاسف يعني هذا الزله التي سقط فيها يعني الرئيس التونسي الحالي هي يعني معروفه الان بانه ضغط رهيب. يعني المغرب باعتقادي كيف يعني يجب عليه ان يتحرك؟ يعني ما هي سيناريوهات التحرك لدى المغرب في الشق الاقتصادي، الملف الاقتصادي مع تونس؟ لا المغرب يعني في دنا يعني اوراق كثيره يمكن نعملوها، ولكن المغرب راه الان في قيد الدراسه ديال هذا الرد الملائم والمناسب في الوقت المناسب. ولكن يعني احنا كلنا كمغاربه يعني كندعيو الى انه يكون تريوت ويكون العقلانيه، لانه هناك كما قلت لك يعني شعبين شقيقين يتحابان وعلاقات يعني تاريخيه يعني ضاربه في القدم يعني. وكذلك لا يجب ان نسب المستقبل، لانه وكيفما كان الديمقراطية مع الأسف أتت في تونس بنوعية ديال رئيس مع الأسف الآن اللي هو عنده مشاكل كثيرة يعني داخلية، ويجب أن نعمل يعني العقل ونرد يعني بصرامة وبعقلانية كذلك، لأن المستقبل يجب أن نحافظ عليه، وهذا يعني المبتغى من عندنا وكذلك المبتغى اللي عبر واضح الفكرة وصلت الفكرة الأشقاء التونسيين كذلك. أستاذي أحمد أزيرار المعالج الاقتصادي والخبير في التجارة الدولية، كنت ضيفنا هذا المساء، شكرا لك. شكرا لكم.